نحب نزلك بما انه حكينا على المشروب الروحي وانت رئيسه بلديه ومن النهضه، انت كنت تلقى معناتها بوفوار تنحيهم هالاماكن هذوما اللي فيهم الرقص بصراحه واللي فيهم المشروبات الروحيه؟ ايش نقول لك، انا عندي اماكن فيهم مشروبات روحيه كنت زرتهم وشفت فيهم مدى احترام القوانين والترتيبات الجاري بها العمل، ما سكرتش حتى وحده غير مخالفه للقوانين، وما عطيتش حتى رخصه. انت سكرت أخرى. انت توا سبق وسكرت؟ عندي سكرت، عندنا وحده سكرناها. علاش؟ خاطر مش لا خاطر مش محترمه الترتيبات الصحيه، غير مطابقه للترتيبات الصحيه نسكرها. مش معنى هذا اني ضد معناتها انه مكان تداول فيه المشروبات الكحوليه، لا. احنا مشينا، احنا مهمتنا ان نمشيو نشوفوا الترتيبات الصحيه مدى احترامها، اللي مثلا الناس اللي قاعده تخدم في المحل عندها شي تامين، اللي قاعده تحرس عندهم شي بحث امني، شكون هما معناتها. هذه هو مجالنا، ولكن معناتها خلاف هكاك جاونا برشا تراخيص معناتها بحثة اماكن سكنيه ما عطيناهمش حتى ترخيص. انا في عادي انا ما عطيت حتى ترخيص، ولكن سكرت واحد وواحد ما خليته يخدم على روحه، على خاطر محترم جميع السلامه والوقائيه والترتيبات الصحيه.